هذه كانت الجروبينج، وكان مفهوم الجروبينج أصلا مكرر بالنسبة لنا وبسيط، وصار لنا أكثر من شهر بنشتغل عليه. بنمسك تابلز، التابلز صاحبة الجروبينج اتريبيوت الوحدة تطلع جوا جروب وحدة، والجروب الوحدة بطلع منها سطر واحد ممثل إلى النتيجة. كيف بنوصل من مجموعة الجروب إلى السطر؟ ممكن نعمل order، ممكن ما نعملش order، ممكن نعمل within group لما يكون الفانكشن اللي بنستخدمها الترتيب فيها شيء جوهري. طيب هل لقيتها؟ في عنا مفهوم تاني جوا السيكوال، وبالعادة تعليم الناس بخلص بعد الجروبينج باي، فبمشوش عليه في الانترودكشن تو سيكوال، ولكن كتابنا حاطه هو مفهوم منيح فخلينا ناخده، اللي هو البارتيشنينج. البارتيشنينج لأي ريليشن جوا السيكوال هي حاجة بتشبه الجروب، بحيث انه احنا بنمسك الريليشن زي ما كنا بنعملها grouping by a certain attribute، احنا ممكن نعملها partitioning by a certain attribute، بحيث انه بيطلع عنا كان في عنا بيطلع عنا مجموعة groups، صار يطلع بصير يطلع عنا مجموعة partitions. ولكن الفرق الجوهري بين groups والpartitions انه groups بتكون في الاخر كل group ممثلة على شكل سطر واحد، بينما في البارتيشنز بيكون كل سطر ممثل عن نفسه، ولكن في معلومة زيادة انه هذا السطر ينتمي الى ذلك البارتيشن، فاحنا بنقدر نستخدم معلومة انتماء السطر الى البارتيشن في اخراج قيمة اثناء اخراج هذا التابل. يعني عدد التابلز اللي ناتجة بعد الجروبينج هي عدد الجروبس، ولكن عدد التابلز اللي ناتجة بعد البارتيشنينج بتكون عدد التابلز اصلا اللي طالعه في النتيجه. فالسلايد اللي فوق كانت جروبينج واضحه، لما نستخدم بارتيشنينج نفس مفهوم الجروبينج، ولكن اللي بيطلع عندنا بيطلع كل تابل ممثل عن نفسه. ماشي، هو في معلومه انه انا جزء من المجموعة الفلانية، ولكن هذه المعلومة بتضلها عند السطر، وممكن نستخدم هذه المعلومة في إخراج السطر. يعني الجروب باي بتروح تختصر كل المجموعة في سطر واحد، لما نعمل بارتيشن بيكون كل تابل عنده معلومة أنه أنا جزء من هذه الجروب، ولكن بضل تابل قائم بحد ذاته بدون ما حدا يختصره. تمام؟ عشان نعرف partitioning ما بنكتبش close مخصوص، بنحط close اسم، بنحط ما بنكتبش close مخصوص زي group by، بنحط هذا الاشي في تعريف attribute في select، وبنقدر نستخدم هذا الاشي بس في select. هلقيت رح نحكي تفصيل اكتر عنه كمان شوي. فمثلا هنا انا اعمل select لكل خصائص الانستركتور، وبعدها عامل select لحاجة average salary ومش مستخدم group by، عامل حاجة partition by. فأنا عملت partition لجدول الانستركتور باستخدام department name، وطلعت من كل partition السالري زي ما كنت الافرج تبع السالري، زي ما كنت بطلع من كل جروب الافرج تبع السالري. في الجروب كانت الافرج ملك لسطر الجروب، ولكن هنا الافرج ممكن تصير ملك للتابل عضو ذلك البارتيشن. وهي لمزيد من التفصيل، هي كل جدول انستراكتور انا هيك برسمهم بارتيشنز مختلفه حسب البارتيشن باي اتريبيوت. فاحنا عاملين بارتيشن باي ديبارتمنت نيم، هاي ديبارتمنت الكمبيوتر ساينس، في ثلاثة كل تابل منهم صار بيملك معلومة انه لو مسكت الجدول وعملت له تقسيم لمجموعات حسب ديبارتمنت نيم، انا عضو من مجموعة كمبيوتر ساينس، فبيكون عندي الافريج تبع مجموعة الكمبيوتر ساينس، وبكون انا قائم بحد ذاتي مش معمول لاختصار جوا جروب.
تمام. هذه الشغلة بتفتح لنا مجالات كثيرة عشان نقدر نعمل نستخدم فيها كويس. بس خلينا قبل ما نبدأ ناخذ شوية أمثلة ندردش عن كيف هذا الإشي أصلاً بصير في السيكوال، زي ما فهمنا قبل شوية كيف الجروبينج بصير في السيكوال. البارتيشنينج بصير في السيكوال ببساطة آخر حاجة. إيش يعني آخر حاجة؟ يعني نعمل الترتيب المنطقي اللي كنا نمشي عليه في الشبكة اللي فاتت، إنه بنعمل إحنا سيلكت من الجدول، بنمسك التابلز اللي في الجدول بننفذ عليهم الشرط اللي في الوير، اللي بيتأهل في الشرط اللي في الوير بندخله على الجروب باي، تطلع الجروبس اللي بتتأهل الجروبس بعد ما تطلع ونعمل aggregate functions عليها. لو كان في having بنمشي السطور الطالعة على الشرط اللي في الهافينج، وبعدين بتطلع عنا الجروب، بتطلع عنا السطور وبنعرضها في السيلكت. لو بدنا نعمل partitioning فالبارتيشنينج بصير آخر 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 خطوة، يعني بعد عملية الهافينج أصلاً. يعني كل الناس اللي تأهلت، كل السطور اللي تأهلت من الفروم ومن السيلكت ومن الوير ومن الجروب باي ومن الهافينج، هي هذه الجدول اللي راح يشتغل عليه البارتيشن. يعني مش راح يقسم الجدول العادي، راح يقسم الجدول الناتج من هدول كليته. تمام، زي الجروب باي، لو انت كنت عامل اوفر وما كنتش معطي اتريبيوت يقسم عليها، فهو راح يعتبر انه الجدول كله نفس البارتيشن. فلما نعمل مثلا sum salary over ونسيب البارتيشن اتريبيوت فاضية، فهو هيعتبر كل الجدول الناتج، الجدول هذا الأخيرة مش الجدول الأول، هو هيعتبر كل الجدول الناتج عبارة عن بارتيشن واحد. ولما نقول sum salary فمعناته احنا بنقول له انه كل تابل من الجدول الناتج حيصير فيه عنده معلومة هي بتمثل مجموع اتريبيوت سالري في كل البارتيشن تبعه. فانا بتطلع هنا مثلا اللي هي الاتريبيوت الرابعة، هذا هي sum salary، وما فيش جروب، ما فيش بارتيشن اتريبيوت، فهو ببساطة كل التيبل عبارة عن بارتيشن واحد. وهذا الاشي القيمة اللي طالعة هنا هي عبارة عن مجموع السالاريز في كل الاسطر داخل البارتيشن. لو عملنا بارتيشن باي، وهنا عاملين average salary over، يعني اعمل partitioning لو سمحت، partitioning باستخدام department name، يعني قسم لي اياهم لمجموعات حسب department name. كل الاسطر اللي داخل نفس المجموعة كل واحد منها بيمتلك الافرج لهذه المجموعة. فطلعنا هنا على الكمبيوتر ساينس، شايف يعني 3 اسطر كل واحد منهم عنده الافرج لهذه المجموعة. نطلع على الفاينانس، في عنا 2 كل واحد منهم بيمتلك الافرج لهذه المجموعة. وبيمتلك مش بس بيقدر يعرض، لا بيقدر حتى يستخدمه عشان يطلع حاجة. فمثلا لو بدنا نطلع الفرق بين السالري تاع الانستراكتور اللي في السطر الحالي والافرج سالري تاع الديبارتمنت تبعه، فبنقدر ببساطة نقول سالري ناقص الافرج سالري اوفر بارتيشن باي ديبارتمنت نيم. يعني هذا الاشي اللي راح يطلع هو الافرج تاع السالاريز في الديبارتمنت اللي السطر هذا موجود فيه. فلو طرحنا من السالري حيطلع لنا مثلا قديش هذا السالري بيفرق. فنطلع هذا الاخ مثلا، هذا الاخ بقبض اقل من الافرج ب 3000، هذا الاخ بقبض اقل من الافرج ب 13000، هذا الاخ بقبض اكثر من الافرج ب 16000، وهكذا. تمام، يعني بارتيشنينج حاجه بتصير آخر حاجة بعد الهافينج، وبنقدر نكتبها بس في السيلكت. لما نكتب function ونحط بعديها كلمة over، كلمة over automatic بتخلي السيكوال تقول إنه هذه بدي أعملها partitioning، بعدين أنا أعملها partitioning، بعدين أستنتج القيمة وأعطي هذه القيمة للسطر. تمام. وهذا ليس كل شيء. البارتيشن برضو ممكن يكون في جواه حاجة بنسميها
window. يعني احنا في هذه شغلة مش موجودة في الجروبس بس موجودة في البارتيشنينج. وليش مش موجودة في الجروبس؟ لأنه في الجروبس كنا بنقول إنه كل الأسطر اللي جوا الجروب بتصير أخريتها سطر واحد. في البارتيشن احنا فتحنا لحالنا مجال إنه السطر اللي جوا البارتيشن بده يمثل نفسه، فممكن السطر اللي جوا البارتيشن يقرر يعمل aggregate functions aggregate function على subset من الناس اللي في البارتيشن، مش كل الناس اللي في البارتيشن. السبست من الناس اللي في البارتيشن اللي مسموح له يعمل عليهم aggregation بنسميهم الويندو تبعته او الويندو فريم تبعته. عشان هيك بنسمي اصلا هذول الفانكشنز اللي بيعملوا بارتيشنينج بنسميهم ويندو فانكشنز. يعني هذه هي عباره عن ويندو سم، ولكن هنا احنا محددين الويندو تبعتها هي كل البارتيشن. تمام. فكمان مره هيك بشكل واضح، الويندو هي حاجه بتسمح للتبل داخل البارتيشن انه يعمل اجريجيشن مع مجموعه جزئيه من التبلز اللي جوا البارتيشنز. ممكن يكون جوا البارتيشن تبعه، ممكن يكون المجموعه الجزئيه هذه تساوي كل البارتيشن زي ما شفنا في الامثله اللي قبل شويه، وممكن تكون المجموعه الجزئيه اللي بدنا نعمل عليها اجريجيشن ما بتساويش كل البارتيشن، مثلا اشي قبلي او اشي بعدي او اشي له علاقه فيه. بس في شرط صغير لما نعمل هذه الشغلة، إنه إحنا لما نيجي نقسم البارتيشنز في السيكوال لازم هذول البارتيشنز يكونوا ordered partition. يعني إحنا ما بنقسمش partitions بشكل عشوائي، أنت بتمسك البارتيشن بترتبه حسب order by attribute، وبعدين بعد ما ترتبه حسب order by attribute بتعرفني إنه أنا للسطر الفلاني إيش هي الويندو تبعته، إيش هي مجموعة الروز اللي حتكون داخلة جوا الأجريجيشن فانكشن اللي هو راح يحسبها كمان شوي. خلينا نتفرج على ويندوز مثلا. قبل شوي احنا عملنا select من نفس التيبل اللي هو instructor، وعملنا select لديبارتمنت نيم ونيم وسالري. تمام. وعملنا برضو عملنا sum salary over كل حاجة، وهذا قلنا انه كل الجدول عبارة عن بارتيشن واحد، فكل سطر راح يمتلك مجموع السالاريز في كل السطور. ولو عملنا sum salary over partition by department name، كل سطر راح يمتلك مجموع السالاريز داخل الاترب داخل السطور اللي لهم نفس الديبارتمنت نيم. يعني الناس اللي في الكمبيوتر ساينس هنا، الكمبيوتر ساينس هي واحد اثنين ثلاثة، إلهم نفس الاتريبيوت الثالثة اللي هي نفس الاتريبيوت الرابعة اللي هي نفس الاتريبيوت الثانية اللي هي department sum. نطلع هنا department sum، هاي الأول وهي الثاني وهي الثالث، نفس الحاجة لأنهم زي ما قلنا قبل شوية إلهم نفس البارتيشن، واحنا عاملين سم لكل القيم اللي داخل هذا البارتيشن. طيب نيجي نتطلع على الحاجات اللي مختلفه شويه، نيجي على هذه ونشرحها بشيء من التفصيل. عملنا سم سالري اوفر، ومش حاطين بارتيشن باي اتريبيوت، حاطين بس اوردر باي سالري. يعني بما اننا مش حاطين partition by attribute، يعني احنا مسكين التابل كله وبنعتبره partition واحد. يعني هاي كل التابل هذا، ومفروض انه كل واحد من التابلز كل واحد من التابلز يمتلك سوري كل واحد من التابلز يمتلك المعلومة اللي هي مجموع كل الناس اللي جوا البارتيشن. ولكن نطلع على هذا العمود هنلاقي إنه الأول ماخذ 40,000، الثاني ماخذ 100,000، وهذا مش زي اللي شفناه قبل شوية، مش زي اللي شفناه إنه كل طبل ماخذ مجموعة الطبلز اللي جوا البارتيشن وماخذ قيمتهم. إيش اللي صاير هنا؟ إنه هذا الفانكشن، هذه الفانكشن اللي هي sum
salary over order by sum salary over order by salary as running sum هاي الفانكشن ماخذة البارتيشن وكل طابل فيها ما بيشتغلش على كل البارتيشن بيشتغل على الويندو تبعته. الاشي الاساسي او الاشي الافتراضي لما الواحد يستخدم order by جوا partition function انه الويندو تاعت التابل بتكون تعريفها التالي. خلينا نطلع على هذا الكولوم شوية عشان نقولكم ايش تعريف الويندو الاساسي. بس لما نقول احنا order by salary فهو ببساطة بيمسك البارتيشن كله وبرتبه حسب السالري. هاي لو انا مرتب هذا البارتيشن اصلا حسب السالري، هاي القيمة الاولى، القيمة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، تمام. الاشي الافتراضي انه لما اقول انا order by جوا window function او جوا partition function، الويندو الافتراضية بتكون هي البداية لحد آخر peer بالنسبة للطابل تبعي. إيش يعني كلمة peer؟ هدول التنين اللي إلهم نفس الـ order by attribute بنسميهم peers. هذا الأخ ملوش ولا واحد بيشبهه في الـ order by attribute، بيشبهه في قيمة الـ order by attribute، فهو ملوش ولا peer. هذا الأخ ملوش ولا peer. هدول التنين peers، هدول التنين peers. 72 بير لل 72 بس مش بير لل 62، كل واحد بس بير للقيمة اللي بتشبهه. فكل سطر له ويندو في الويندو فانكشن. الويندو الافتراضية لما الواحد ما يعرفش ايش هي الويندو زي هذه الحالة، هي عبارة عن بداية البارتيشن مرتبا حسب الاوردر باي اتريبيوت، وهنا الاوردر باي اتريبيوت هي سالري، فهي هنا بنطلع عليها بداية البارتيشن مرتبا حسب الاوردر باي اتريبيوت وامتدادا حتى اخر بير بيشبه هذا السطر الحالي. يعني نطلع على هذه اللي هي انا مسميها رانينج سم، نطلع على الرانينج سم، الويندو تبعت السطر الاول هي بدايته لغايته فيش غيره، الويندو تبعت السطر الثاني هي اللي الأربعين والستين، الويندو تبعت السطر الثالث هي عبارة عن الأربعين والستين والاثنين وستين والاثنين وستين الثانية، لأنها الويندو بتخلص بعد كل البيرس مش بعد كل السطر. يعني لو كانوا كلهم قيمة متشابهة بتكون لغاية آخر قيمة فيهم، تمام. فبنطلع إنه هذا وهذا نفس القيمة لأنهم أصلاً لهم نفس الويندو. بنفس المنطق الـ 72 الأولى لها نفس قيمة الـ 72 الثانية لأنهم أصلاً لهم نفس الويندو. التنين الويندو تبعتهم بتبدأ من الأول وبتخلص هنا. التمانينات برضو لهم نفس الويندو، هاي بيبدوا من الأول وبخلصوا هنا، والتسعين والـ92 هكذا. هذا التصرف الافتراضي. ولكن لو أردت أنك توضح للبارتيشن فانكشن ويندو بشكل أوضح، ممكن تقول select sum salary over order by salary rows unbounded preceding. إيش يعني؟ يعني عمل لي sum هذه على partition، مش معطيك partition by attribute، يعني كل table الناتج هو عبارة عن partition واحد، وبدي أعرف لك هالقيدة الويندو تبعتي. الويندو تبعتي بعرفها على ordered partition، بقول لك الويندو تبعتي عبارة عن السطور، كلمة unbounded معناها كلهم، اللي قبل معناها proceeding يعني preceding، معناتها انه الويندو تبعتي هي كل السطور اللي قبلي، rows unbounded كل السطور اللي قبلي. فنطلع هنا، هي الاسم هذا العمود RSX، نطلع هنا في كل السطور اللي قبل الأربعين، طبعا including الأربعين، كل السطور اللي قبل هذا السطر including هو بس هو، كل السطور اللي قبل هذا السطر including المية هي بس هي، كل السطور اللي قبل هذا السطر 62
و40 و60، يعني صارت 162. لاحظ انه هذه 162 ما بتساويش هذه، لانه هذه كان التصرف الافتراضي تبعتها بتقول انه من البداية حتى اخر بير، وهنا بتقول لا، بنقول ملناش علاقة بالقيم، احنا لنا علاقة بس في السطور، كل السطور اللي قبلي، فكل السطور اللي قبله هم 62 و60 و40، تمام. اللي وراها كل السطور اللي قبلها صارت بتساوي هاي، وهكذا، وهلم جرة. ولاحظ انه هنا في الاخر في هذه الويندو تبعتها هي كل البارتيشن، فبنلاقيها بتساوي هذه القيمة، وهذه برضو الويندو تبعتها كل البارتيشن، فبنلاقيها بتساوي هذه القيمة. طبعا الويندو انت برضو بتقدر تحدد الحد الأدنى والحد الأعلى تبعها، أو يعني مش الحد الأدنى والحد الأعلى، ممكن تحدد إن السطر قديش يتطلع لتحت قديش يتطلع لفوق. فمثلا احنا ممكن نقول له some salary over، ومحدد نقولوش partition by attribute، يعني كل الجدول هو تبعنا هو نفس البارتيشن. ف order by salary، salary بناء على ترتيب البارتيشن بناء على الاتريبيوت salary. الويندو تبعتي هي انا والروز ما بين من الاثنين اللي قبلي وواحد وراي، يعني هنا كل واحد من السطور هاي بتطلع اثنين لورا وواحد لقدام. طبعا الويندو محدودة بالبارتيشن، فلو كان البارتيشن فلو كان السطر في اول البارتيشن مثلا، وهو بقول لك تطلع على اثنين قبلي، هو اصلا فيش ولا واحد قبله، فخلص الحد هو حد البارتيشن، يعني خلص الويندو تبعته هي هو نفسه. ونفس المنطق برضه لو كان السطر في الاخر، وبقول لك انا الويندو تبعتي هي اثنين فولوينج او اثنين بعدي، وخلص انت اخر واحد فمش حدا بعديك، فانت لحالك الويندو. في هذه الحالة احنا محددين التنتين، بنقول لكل واحد اطلع على اثنين قبلك وواحد بعدك. فبنطلع هنا مثلا هذا هي preceding and following، ما فيش ولا واحد قبلي، بس بدي اطلع على حالي والواحد اللي بعدي هاي، فبطلع 100,000. السطر هذا في واحد قبله، فبيطلع على حاله وما فيش غير واحد قبله، بيطلع على اللي قبله 40 وال62، 40 وال60 واللي بعديه اللي هو 62. اللي وراه بتطلع على الاثنين اللي قبله وواحد بعده، الاثنين اللي قبله اللي هم 40 و60، هو 62 واللي وراه 62، بيطلعوا 224، وهكذا. كل سطر من السطور هاي لو طلعنا عليه بنلاقي قيمته بتساوي قيمة السطر زائد الاثنين اللي قبله زائد الواحد اللي بعده. هنا مثلا 160,000 زائد 144,000 بيطلع عن جد 304,000، صح، تمام. السطر الأخير مثلا، الأخير مفيش واحد بعديه، ولكن ممكن نطلع عليه وعلى الاثنين اللي قبله، الاثنين اللي قبله اللي هم 90 و92، 182 و90، 270 و7، بتطلع 277، صح، تمام. آخر حاجة ممكن نقول salary over برضو، ما فيش بارتيشن اتريبيوت، فكل الجدول هو عبارة عن بارتيشن واحد. والويندو تبعتي هي السطور الثلاثة اللي قبلي بس، السطور الثلاثة اللي قبلي، هنا ما فيش ولا واحد قبله، هنا هي أخذ الواحد اللي قبله. واللي بيفرق بين هادي والروز unbounded إنه هنا ما بنطلعش لورا لآخر الجدول، بس بنطلع لورا ثلاث سطور، تمام. طيب الواحد عشان يحدد الويندو هو ما عندوش بس خيار انه يختار الرو، هو عنده خيارات تانية عشان يحدد الويندو. ممكن انه يكون مش مهتم انه كم سطر قبلي، انا مهتم بعلاقة قيم السطور هذه بقيمتي. لما تكون انت مهتم بعلاقة قيم السطور هذه بقيمتك داخل البارتيشن الخاص فيك، تقدر تستخدم range. كلمة range معناتها انا مش مهتم هل لقيتها بكم سطر قبلي ولا كم سطر بعدي، انا مهتم بالقيم. فمثلا هذا الكويري شفناه قبل شوية اللي هو some
salary over ordered by salary وروز between two preceding and one following يعني تطلع لي على السطرين اللي قبلي والسطر اللي بعديه في البارتيشن تبعي. لما نقول range between name and one preceding معناتها اتطلع على القيم اللي قبلي بفرق 2 والقيم اللي بعدي بفرق 1. وبالعادة ما بيكونش قصد اللي كتب الكويري هذا الاشي، فانتبه لو بدك تكتب كلمة range وبعدين تكتب بعدها between 2 و 1 بيكون قصدك انك تتطلع على الروز اللي قبلك او الروز اللي بعدك، بس هنا لا، كلمة range بتقول لك اتطلع على القيمة، يعني امسك قيمة الرو تبعي كل القيم اللي بتفرق أقل من 2 أو أقل عنها أحسبها، وكل القيم اللي بتفرق 1 أو أكثر عنها أحسبها، وبتفرق عنها لفوق 1 أو أقل أحسبها. فنطلع على نتيجة هذه اللي هي أنا مسميها range wrong. هذه الويندو تبعتها هي حالها لأنه ما فيش ولا واحد فوقي، ما فيش ولا واحد بسويها، وهذه هي الويندو تبعتها حالها. هذه لاحظ إن الويندو تبعتها هي كل القيم اللي جوا الرينج، لأنه هذول الاثنين متساويين أصلاً فهم جوا الرينج، وهذول الإشي نفس الإشي وهذول الإشي نفس الإشي. بالعادة بيكونش قصد الواحد يكتب رينج وواحد واثنين، لأن الواحد واثنين هذول بالنسبة للسلري قيم ملهاش معنى. فانتبه لما تكتب رينج إنه أنت بدك تعبر عن قيم. إشي منطقي أكثر مثلا بتقول أنا بدي لكل سطر يتطلع على السالاريز اللي بتفرق عنه 5000 أقل أو 5000 أكثر إنكلوسيف. فبتطلع هنا مثلا على 60 في أقل منها، في أقل منها 5000 لا ما فيش، بس في أكثر منها 5000 أو أقل في تنتين. فالويندو هنا هم هذول الثلاثة ومجموعهم 184، نفس الويندو تبعت هذه نفس الويندو تبعت هذه. هنا الويندو تبعتها هي هيك بس، وهنا الويندو تبعتها هي هيك بس، وهذه 87 الويندو تبعتها هي 90 والـ92 لأنه هذول بفرقوا عنها لفوق 5000. فنطلع مجموع 87 اللي هو 182 زائد 87 بيطلع 169. الويندو تبعت 90 هي عبارة عن هذه 87 وهذه نفسها وهذه وهذه، فهذه أكبر ويندو فيهم لأنه كل هدول بيفرقوا عن قيمتها within 5000، فبنلاقي هي صاحبة أكبر قيمة. نفس المنطق تبع 92 وال95 ما بتكونش 87 من الويندو تبعتها، بكونوا بس الثلاثة هذول يعني 277000. تمام. برضو عندك كمان خيار غير الرينج اسمه groups. الجروبس جوا البارتيشن هم عبارة عن البيرز، يعني كل مجموعة بيرز جوا البارتيشن بنسميهم جروب. يعني خلينا نخربش على هذا الكولوم، هذا الكولوم هو الاوردر باي اتريبيوت تبعتنا. لو بدنا نقسمه لجروبس هذا ما فيش غيره فهي، وهذا ما فيش غيره في هذا الجروب، لقيت هذول الاثنين جوا جروب واحدة لانهم قيمتهم لانهم equivalent في الاوردر باي اتريبيوت، وهذول الاثنين هم جوا جروب واحدة وهذول الاثنين جوا جروب واحدة والباقيين كل واحد في جروب. فلو نطلع مثلا على الجروبس أو بنقول هنا two preceding and one following، يعني تطلع لي على اثنين جروب قبلي وجروب بعديه. فبالنسبة للأربعين هان طبعا البارتيشن بيحدد الاتجاه اللي نطلع فيه، ما فيش ناس قبلك، ولكن في جروب بعديك، الجروب اللي بعديك فيها 60 فالمجموع 60 زائد 40 100. نيجي هنا بقول لك الاثنين اللي قبلي فيش غير واحد قبلك هذا هو وانت، هي 100000 تمام.
والجروب الوحدة اللي بعديها، لقيت الجروب الوحدة اللي بعديها فيها قيمتين. هيا قديش مجموعهم؟ 124، فحتلاقي إن المجموع 100 اللي فوق والمية وأربعة وعشرين. نيجي هنا الجروب، اثنين جروب قبلي، هيا قبلك جروب، جروبين كل واحد سطر، وهاي هم موجودين. واللي بعدك جروب واحدة هي 72، تمام، اللي هي مجموعهم 144. فالجروبتين اللي قبلك كده هما، والجروب اللي بعدك كده هي، وهكذا. المهم انه في الجروبس الواحد بيتطلع، او الكويري بيتطلع على مجموعة الجروب باي اتريبيوتس، وبيعتبر كل اثنين اللي هم نفس الاوردر باي اتريبيوت، كل بيرز نسبة للاوردر باي اتريبيوت هم جروب واحدة، وبتطلع على اللي قبلهم واللي بعدهم بناء على هذه الجروب، تمام. وهذا هو نفس التكرار اللي شفناه قبل شوي. طيب احنا شفنا قبل شوية كيف مفهوم الويندو فانكشن، وعايز كويك ريكاب انها الويندو فانكشن حاجة بتشتغل على البارتيشن، والبارتيشن هو إشي بيشبه الجروب باي، ولكن بيضل كل سطر لحاله، وبيكون كل سطر عنده القيمة، عنده قيمة، بيمتلك قيمة من مستنتجة من قيمة البارتيشن. وقلنا لا، هي مش مستنتجة من قيمة البارتيشن بدقة، هي مستنتجة من قيمة الويندو تبعته. وتحديد الويندو يا إما بيكون الديفولت إنك تكتب الأوردر باي، فبتكون الويندو تبعتك من أول بارتيشن لغاية آخر بير بيسويك، أو انت بتحدد الويندو بالطريقه اللي بدك اياها، تكتب عن طريق يا اما روز، يا اما رينج، يا اما جروبس. عمليا ليش الواحد كيف ايش الناس بتستخدم في الويندو فانكشنز؟ الناس بيستخدموا في الويندو فانكشنز في حاجات كتير، والواحد بيخطر في باله على السريع مثلا انه ممكن يعمل حاجات زي الموفينج افريجز، وحاجات زي معدل في الاسابيع، ولو كان في عندي، لو كان في عندي عمليات شراء في جدول، وشراء اليوم الفلاني، بعدين شراء اليوم الخامس، بعدين شراء اليوم السادس، بعدين شراء اليوم السابع. لو بدي أقارن مثلا إيش أحسن 3 أيام في السنة، ف this is obvious. كل اللي بدي أعبر عنه إنه بدي أجيب الجدول، أحط الأيام تبعتي، أنتج جدول في شكله زي هيك اليوم، والمبيعات تكون أسطر، وأكون حريص إنه كل يوم مثلاً ممثل على شكل سطر واحد. يعني مثلاً أستخدم جروب باي وأحط داتا ترانك هنا، فبقول إنه كل يوم ممثل بسطر واحد، وأقول إنه هذا الأوردر باي أتريبيوت تبعتي هي الديت، وحجم الويندو تبعتي 3، وبطلع عندي قيمة، وهذه القيمة هي بناء، هي مثلا مجموع المبيعات في 3 أيام. لو بدك تشوف أحسن 3 أيام، بتروح بتشوف السطر صاحب الماكسيمم أتريبيوت هنا. وهنا برضو بيجيبنا على حاجة مهمة، قلنا أنه آخر حاجة بتتنفذ في الدنيا هي البارتيشنينج فانكشنز، او هي الويندو فانكشنز. فما بينفعش نحطها في الوير، او ما بينفعش تحطها في الهافينج مثلا. هافينج انه كذا، الهافينج الجروب، هافينج الجروب باي اتريبيوت اللي هي السم بتساوي كذا، وما بتقدرش تحط عليها شرط. ولكن هذا الاشي مش صعب كتير، لانه مش هو بيطلع ريليشن، احنا بنستخدم الريليشن هذه كريليشن في سب كويري او في وذ، وبنعمل عليها شرط وبنطلع الاثنين. فلو بدك تستخدم شروط على الويندو فانكشنز، اتذكر انه بلزمك تعمل سب كويري، لانه هذه اخر حاجه بتتنفذ منطقيا في الكويري. هذه شفنا كيف تنعمل بالمثال التفصيل. الواحد مثلا بيقول between rows and bounded preceding and current، وفي البوستجرس بنكتب current row. يعني هذول ارجع لكل السطور اللي قبل لها الجيت، between 10 preceding and current، معناتها امسك السطر اللي ماشي وضلك امشي فيه 10 اللي قدام،
طبعا محدودا بحجم البارتيشن رينج 10 معناته القيم، هذا مش سطر، رينج القيم اللي within 10 زائد بلس يعني الأقل من الأشياء، ورينج القيم اللي within 10 قبل والماينس بالأشياء والزائد بالأشياء. كمان مثال، لو مثلا بدنا نطلع بعد كل عملية على جدول حسابات قديش كان الرصيد، وانت بتخزن الرصيد الإيداع موجب والسحب سالب، فببساطة انت بس بدك تجمع وتعمل البارتيشن تبعك، هو كل جدول هو حسب الأكاونت نيم أو حسب الأكاونت نمبر، فبكون البارتيشن هو كل حركات الأكاونت، وبعدين انت بدك تجمع لكل سطر كل الناس اللي قبله، فواضح الويندو تبعك اللي هو من كل الروز اللي قبلك، روز and unbounded preceding، وهنا كاتبين احنا روز لانه بغض النظر عن الرينج احنا بدنا نرجع كل السطور الموجودة في الجدول اللي بتمثل حركات حسابي من اول من عمل لها الجيتا، وبجمع الايداع موجب والسحب سالب بطلع معي قديش بسيط. الكلام اللي حكيناه بغطي خلينا نقول 80-90% من الويندو فانكشنز، في شوية تفاصيل زيادة على اختيار الويندو، مثلا ممكن انت تقول للويندو طنشيلي السطر الفلاني لو منطبقش عليه الشرط، او ممكن تقول طنشيلي السطر الفلاني، يعني مثلا انا بدي الويندو تبعتي اثنين اللي قبلي واثنين اللي بعدي وانا مش منهم. هذا الكلام ممكن تعبر عنه بسهولة باستخدام البوستجريس بحاجة اسمها اكسبت، وعشان تعرف التفاصيل هذه اطلع على اللينك الثالث.